اليوم راح يكون عن الكنيز ثيوريم، وراح نكمل عن الفاينايت اوتوماتا 1 كونكاتينيشن مع الفاينايت اوتوماتا 2. اوكي طيب، اذا انا في عندي فاينايت اوتوماتا، خلينا نجي ناخذها نفسها. اوكي اكس 2 اكس 1 هون اكس 3 اي بي، هون كمان اي، هون اي، وهون بي، وانا هون اجاني بي. والفاينايت اوتوماتا الثانية اللي هي ايش؟ واي 1 بي كي، وهون اي واي 2. الواي 2 فاينل، وهاي اكسبت، وهاي اذا اجى ايه واي 2 اجى. اذا هلا بدي انا اعمل فاينايت اوتوماتا جديدة، بس ايش؟ مش يونيون، هديك يونيون. اوكي هلا هون ايش اللي بفرق الكونكاتينيشن؟ ايش بفرق هناك؟ هناك كنت انا ابدا، تمام، كنت انا ابدا كيف يعني؟ هلا هون الفاينايت اوتوماتا الثالثه ايش راح تطلع عندنا؟ راح تطلع عندنا بهذا الشكل، اللي هي اف 3 بتساوي اف 1 اف 2. فايش معنى هذا الحكي، او شو افهم من هذا الحكي؟ افهم من هذا الحكي انه انا هون اوكي ما راح ابدا من الاف اي 2، يعني مستحيل ابدا من الاف اي 2، انا دائما راح ابدا من الاف اي 1. تمام، هنا كان عندنا خاصيه انه يا نبدا بالاف اي 1 يا نبدا بالاف اي 2. هلا هون ليش؟ لانه انا اجباري بدي افوت اف اي 1، بدي افوت، بدي انا ابدا بالاف اي 1. اوكي طيب، خلينا نيجي نطبق المثال. لو اجيت انا هلا ايش نعمل؟ الزد ماشين. اوكي هون اجي احكي له اي بي اوكي زد 1. طيب هناك كنا ايش؟ كنت اجي احكي له زد 1 بالاور، كنت احكي له اكس 1 اور واي 1. هلا ما في عندي، هلا بس في عندي اكس 1. ليش؟ لانه حكيت لك بس هو بيبدا من الفاينت اوتوماتا الاولى، الثانيه ما راح يبدا منها. ليش؟ لانه اجباري يعني، هو حيبدا من الشمال، حيبدا من الفاينت اوتوماتا الاولى. تمام، فانا ما في عندي ستارت غير ايش؟ الاكس 1. طيب فاذا هلا انا بدي امشي ايش؟ بناء على الحكي هذا. اوكي طيب، هلا انا هون اكس 1 اوكي، وقرات اي، وين بروح انا؟ هيني باكس 1 قرات اي، وين بروح؟ على اكس 2. اوكي اكس 2 موجود عندي؟ لا مش موجود عندي، فبسميها زد 2. اوكي طيب، انا هون ايش؟ هاي ريد اي حكينا. طيب ريد بي، اذا انا اكس 1 وقرات بي، وين بضل؟ بضل مكاني. اذا هون ريد اي حكينا ايش؟ انا قرات اي، وين ايش صار؟ رحت على اكس 2. اوكي طيب، لهون ما في اختلاف بالمره، تمام، لهلا زي ما حكينا، بس الاختلاف اللي هي بس بالستارت اللي هي اور واي 1، هون ما في، لهلا ما في اختلاف. هلا الاختلاف اللي بحكي لكم ايش راح يصير. طيب انا بزد 2 قرات بي 1، حكيت بروح مكاني، فاذا ايش بتصير؟ زد 1. طيب هلا في عندي انا ايش؟ عفوا هاي مش اكس 2، هاي زد 2. اوكي انا هلا في عندي ايش؟ زد 2. زد 2 بدي اقرا ايه؟ اذا انا وين؟ انا باكس 2. اكس 2 قرات ايه، وين بروح؟ بروح، لاحظوا كيف اول ما اوصل الفاينل تبعت يعني الفاينل اوتومات الاولى انا هلا بادي فيها، صح؟ طيب اول ما اوصل الفاينل بربطها مع الستارت اللي هون. ايش يعني؟ يعني انا هلا هون اوكي بالاكس 2 قرات اي، وين بروح؟ على اكس 3، صح؟ طيب اكس 3 ايش بدي بحكي له؟ بدي بحكي له اكس 3 او الواي 1. ليش؟ لاني بدي اربطه معها، فلازم انا هاي عشانها فاينل. اوكي بضلني انا انساهم، مش مشكله، هاي عشانها فاينل. اوكي يعني هناك لما كنا نوصل فاينل مش فاينل ما نسألش، بس نمشي زي ما احنا الجوريثم وماشيين عليها. هون لا، هون بحكي لك اذا انت اول ما وصلت ستيت فاينل، يعني انا هون وصلت اكس 3، اكس 3 فاينل، اذا فاينل معناته لازم اربطها مع الستارت اللي بالفاينل اوتوماتا الثانيه. ايش هي؟ اللي هي واي 1. تمام، طيب هاي عندنا ايش؟ غريبه يعني، مش ما فيش عندنا زيها، فبشو بروح بعمل؟ بسميها زد 3. اذا انا باكس 1 قرات ايه؟
انتجت لي ايش؟ زد 3. طيب انا في حاليا انا وين؟ بزد 2 وقرات اكس اكس 2 وقرات بي اكس 2 قرات بي، وين برجع؟ على اكس 1. اوكي اكس 1 ايش هي؟ زد 1. تمام لهون. طيب هلا انا ايش في عندي؟ زد 3. طيب زد 3 قرات ايه؟ ايش بروح بعمل انا هون؟ اوكي لاحظوا، هلا انا بهاي تمام قرات ايه؟ طيب انا بهاي باكس 3 بدي اشوف هلا اكس 3، اكس 3 وقرات ايه ايش بعمل هلا انا؟ اكس 3 اوكي الاكس 3 فاينل، انا قرات ايه رجع لي عليها نفسها، طب هي نفسها فاينل، بما انها فاينل بدي اربطها مع هاي، فايش بروح بعمل؟ باجي بحكي له اكس 3 اور واي 1، هاي ناتج هاي لحالها. كيف هلا احنا هون حكينا له يعني كيف كانت هاي الاكس 2؟ اكس 2 اوكي قرات ايه؟ وين بروح؟ وديني هون، ودتني هاي، هاي فاينل صح؟ طيب اذا فاينل شو رحنا عملنا؟ ربطناها. طب نفس الفكره هون صارت، فهاي لحالها. هلا ايش باجي بحكي له؟ اور واي 1، واي 1 وقرات ايه؟ شو بروح بعمل؟ بضلني مكاني اوكي، فباجي بحكي له واي 1. طيب اكس 3 اور واي 1 اور واي 1 ايش راح تصفي؟ اكس 3 اور واي 1، لانه اور واي 1 اور واي 1 واي 1، فهاي ايش هي؟ اللي هي نفسها زد 3. تمام. طيب هلا بزد 3 قرات بي، انا خليني ارجع اشيل الحكي هذا كلياته، انا هون انا باكس 3 وقرات بي، وين بروح؟ نفس العملية، قرأت بي برجع عليها نفسها فاينل، اه فاينل، فشو باجي بحكي له هون؟ ريد بي هي فاينل فاينل، فشو باجي بحكي له؟ اكس 3 اور واي 1، هاي اللي انا منتجها من هون، بس هاي الاكس 3 بس، اوكي؟ اور الواي 1 وقرأت بي، وين بتروح؟ على الواي 2، اوكي؟ اور واي 2، هلا هاي الواي 2 فاينل عادي ما عندي مشكلة فيها، تمام؟ طيب فصفت عندي ايش؟ اكس 3 اور واي 1 اور واي 2، اذا اكس 3 اور واي 1 اور واي 2، هاي كلها ايش؟ اللي هي زد 4. فاذا انا لما قرات بي وين رحت؟ انا هون لما قرات بي وين رحت؟ على زد 4. طيب خلينا هون هلا وين؟ نيجي على زد 4. طيب زد 4 وقرات ايه؟ انا بزد 4، بزد 4 وقرأت ايه؟ اوكي انا بزد 4 وقرأت ايه؟ وين بروح هلا انا اوكي اكس 3، اكس 3 وين بروح؟ اجاني ايه؟ وين بروح؟ عليها نفسها، عليها نفسها حكينا ايش؟ اكس 3 اور الستارت تبعت الفاينات الثاني اللي هي ايش؟ واي 1 اور واي 1 وقرأت ايه؟ نفسها اور واي 1 or y2 وقرأت ايه؟ نفسها or y2. طيب x3 or y1 خلينا نشيل هاي لانه هاي وهاي بتروح، ف x5 x عفوا x3 or x or y1 or y2 هي نفسها، فايش بتروح على عفوا هون x3 or y1 or y2. اوكي اذا z4 هي نفسها x3 حكينا or y1 بالضبط. تمام. طيب هلا انا بz4 اوكي وقرأت بي، وين بروح؟ بz4 هيني قرأت بي، x3 نفسها بتصفي x3 or y1 or ال y1 وقرأت بي، وين بروح؟ واي 1 وقرأت عفوا هاي بي قرأت بي، واي 2 قرأت بي على واي 1 اوكي واي 2 واي 2. هلا انا وين واي 1 قرأت بي رحت على واي 2 اوكي اور واي 1 اللي هي ايش؟ واي 2
لما انا اقرا فيها بي بتروح لي على واي 1 فهي نفسها زد 4 تمام. فهيك احنا خلصنا هذا الحكي. طيب لو اجينا هلا هون انا بدي برضه لو نيجي هلا هون احنا بدنا نرسمها اوكي. باجي بحكي له هلا هون خلينا نحدد الفاينل. الفاينل تمام، بس هون بتكون بحالة انه اذا كانت هلا الفاينل عندنا وين ايش هي؟ اللي هي الاكس 3 وايش هي الفاينل كمان؟ واي 2. الفاينل بالكونكاتينيشن تمام لازم يتواجدوا التنتين. بالاور كانت عادي وين ما هي موجود الواي 1 او الواي 2 ما عندي مشكلة، هون لا لازم التنتين. ف بدي ادور على اكس 3 واي 2 مع بعض، وين؟ اكس 2 واي 1 اكس اكس 2 اكس 3 واي 2 هون ظهرت بالزد 4، ظهرت عندي اكس 3 وظهرت عندي واي 2. فهون باجي بحكي له فاينل وهون ستارت تمام. طيب لو اجيت هلا وحكيت له زد 1 بستارت اوكي، وهون عندي انا ايش اجاني ايه وين بروح على زد 2 واجاني بي وين بضلني مكاني اوكي. انا بزد 2 اجاني ايه بروح على زد 3 تمام. طيب بي بضلني مكاني برضو زد 2 بزد 3 ايه بضلني مكاني اوكي، واجاني بي وين بروح؟ هون بي، وهون ايش؟ زد 4 زد 4 ايه او بي اوكي. يعني شوفوا هون، يعني هون انتو يعني لاحظوا كيف انه ما بيقبل. يعني هلا هاي الاولى ايش كانت؟ كانت انه بتقبل دبل ايه، انه يكون في دبل ايه صح. هون الخصائص اختلفت ليش؟ لانه هون اوكي هاي ايه وهاي ايه بس ما في فاينل هون. يعني لو انتهت الكلمة هون ما في فاينل تمام. الفاينل هو وين موجود؟ هون اوكي. فلازم ايش؟ لازم يجي بي اللي هي البي المكملة هاي تمام، اللي هي الاف 2 تمام اوكي. اذا هيك خلصنا كلينش ثيوريم وال اليونيون والكونكاتينيشن اوكي او الدوت تمام، وحكينا بالريجولر اكسبريشن برضو الار 1 والار 2 هيك بنعملهم كونكاتينيشن مع بعض. وبالترانزيشن تيبل اوكي، هذا اسمه ترانزيشن تيبل. الترانزيشن تيبل هو موجود لاي فاينايت اوتوماتا في ترانزيشن تيبل. يعني لو انا اجيت عندي هذا الترانزيشن تيبل، لو انا مثلا اجيت حكيت له مثلا اكس 1 اوكي اكس 2 طيب، واجيت حكيت له انا هون في عندي اي بي، اجيت حكيت له اكس 2 اكس 1 اكس 1 اكس 2 يعني ايش بدي بحكي له؟ اكس 1 اوكي اجاني ايه وهون فاينل، هاي خلينا نفرض فاينل تمام اللي هي ايش؟ اكس 2 هي ايه وبي عليها نفسها، وهون اجاني ايه بروح على اكس 1 وهون بي عليها نفسها تمام. فمثلا نفرض هاي الفاينايت اوتوماتا، هاي الفاينايت اوتوماتا اوكي، انا ايش باجي بعمل؟ او هي فعليا الها شيء اسمه ترانزيشن تيبل اللي هو هذا هو تمام. الترانزيشن تيبل هذا انا يعني ممكن يعني لو اجى اعطاني بالامتحان ممكن يجي يجيب لي بالامتحان ترانزيشن تيبل وانا احولها لفاينايت اوتوماتا. يعني مثلا اجى حكى لك انا عندي فاينايت اوتوماتا هيك واجى اعطاك الترانزيشن تيبل، فانت بتروح ترسمها عشان انه تقدر تتعامل معها تمام. فهيك أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ويعطيكم ألف عافية.